كايت سيرفنج. احنا بنتشرف بالفنانه اللبنانيه مدين طبعا في شاطئ بورسعيد، وهي اول مره تزور شاطئ بورسعيد. واحنا طبعا بنفتكر وجودها معانا في رمضان وقمه رمضان، وهي هتقضي يوم معانا في بورسعيد كاول ما اول زياره ليها في بورسعيد. طبعا بنستغل وجودها في تشجيع كمساهمه مجتمعيه من بلاش دوايا بيتش للشباب ان هم يقدروا يعرضوا منتجاتهم قدام زوار بورسعيد. فدرست كل يعني دي بعض من المنتجات اللي هاند ميد من ايدين ابناء بورسعيد. تمام. حاجات انا عاملاها بالريزن. دي حاجات زي الشنطه دي، وريني معموله ازاي. ماده بالريزن بتصطاد القوالب. ده شكل هاند ميد بايد ابناء بورسعيد، والفنانه طبعا بتشجع الهاند ميد وبتشجع شباب الهاند ميد. لا مش كل حاجه. لو اتفرج على بيت المحميات العربيه، في ميداليات برضو عاملاها برضو وعامله منها برضو. اتفضلي فنانه. ده برضو شغل تاني. المفروض الام بي سي يدفعوا لك على الدعايه. هتكتب اسمك عليها دلوقتي. رمضان احلى. هتكتب اسمك عليها. هتكتب رمضان احلى مع الفنانه مدلين طبعا. هو ايه عباره عن ريزن؟ هنا برضو شغل هاند ميد برضو كله. هنتصور واحنا راجعين عشان ما فيش وقت. تعالي فنان اتفضل. منوره بيك طبعا. في سايز من ده، في حجم اكبر شويه. هو تقريبا يعني جهزي السايز للفنان عشان تاخده وهي ماشيه. هو عيالي اكتر من السايز بتاعنا. يعني احنا لبس لذيذ جدا. جاي للإضاءة، أنا دايما بعمل حساب الإضاءة. ده الإضاءة في ألوان، في ألوان منه، في الأسود، في الأبيض، في انا عايز اقول لك ان بورسعيد منوره النهارده والله. ده نور والله العظيم. بورسعيد منوره النهارده والله. مش عارفه ايه. انا هشتري من
انت عايز تفضلي بقى الخيمه البدويه؟ اتفضلي. تعالى يا عم علي عايزين نلبسها كل سنة وحضرتك طيبة منورة الدنيا حبايبي. ميرسي ميرسي. وده اهو صاحب المكان. انت منورانا النهاردة وبورسعيد سعيد والله. بورسعيد سعيد ومنورة بورسعيد وشاطر بورسعيد ودايما جايلك لايكات وتحياتي يا كابتن بسلموا عليك. كل الفانز بتوعك مدعوون يعني. محمد الزواوي محمد احمد بيقولوا لك كل سنة طيب. ينوروا الدنيا وكورسات الكايت سيرفنج والتقديف والكاياك وكل حاجه. التقديف عارف هو السيرفنج عايز جو كده عايز موج كده. برافو عليك. انت لعبتي كايت من ورايا ولا ايه؟ انت لعبتي كايت سيرفنج من ورايا؟ هو ده لانه شرم الشيخ ما بتنفعش للسيرفنج مثلا. بالظبط. برافو عليك. انا هرجع تاني لللايف. حسان العربي يقول كلمه للمعجبين. طبعا بورسعيد اجمل حاجه في الدنيا بحبها جدا وبعشقها. واحنا عملنا عرض مسرح هنا واجمل حاجه ان الناس الجميله دي. الله يخليك. فتحي حسن العربي ابن بورسعيد ومشرفنا في الـ في في الـ في, الـ في المسلسلات وفي الافلام وشخصيه جميله جدا معبره عن الروح البورسعيديه حقيقي. ويعني جاي مع حضرتك النهارده حاجه شرف لينا والله النهارده. بيسلموا عليكم جميعا ويقولوا لكم كل سنه وانتم طيبين. المكان مذهل. مستنيينا وان شاء الله ينورونا بقى. يلا الصيف جاي لازم تيجوا بورسعيد. الايام اللي جايه مش بس تيجوا بورسعيد تيجوا على طول عند الكابتن محمد دعيبه. عندنا محمد دعيبه. محمد دعيبه عايزين ناكله من المندي والمندي المندي البدوي اللي هو محصور في الارض والمندي الدجاج والمندي اللحمه وشغل البدوي كله بتاع سينا موجود عندنا. شغل دهب كله هنا في بورسعيد. دهب نورتونا وشرفتونا. جواد شكرا. محمد زواوي شكرا. احمد علي صادق شكرا. عادل رفاعي شكرا. حبايبي حبايبي ثانك يو ثانك يو ثانك يو. يلا يلا هعمل هقلب الكاميرا. اهو اهو. خلينا ثانيه على طول. يلا وده الاعلامي احمد. الو احمد. الو مساء الخير. اهلا اهلا. بورسعيد منوره باهلها. ومحمد دعايه عنده حته بيتش تفتكر نفسك انك انت قاعد في دهب مع النكهه البورسعيديه. ده في الصيف يهوس.